السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة همدان يوتيوب للدروس والفيديوهات لبرامج الهندسة المعمارية. اليوم هو الدرس الرابع عشر من دروس الاسكتشاب للمبتدئين، حيث نستكمل شرح قوائم البرنامج الرئيسية، حيث نشرح الجزء الثالث من قائمة التري. ولكن قبل البدء في الدرس لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قائمة الظلال هي اللي بتظهر لنا كيف بتكون الظلال في المشروع. طبعا الظلال بتجيب واقعية أكثر للعمل. نفعلها طبعا من هذه الأيقونة. نلاحظ أنه تفعلت معي الظلال في المشروع، ونستطيع من هذا المكان تعديل. شوف، لاحظ مجرد ما أضغط عليه، بعدين بالرول الوسطى للماوس نحرك الوقت، هذا نحرك الوقت، اما بيكون ليل او ظهر او النهار. تستطيع تحريكها بالعجلة او نضغط بالماوس ونحرك يمين ويسار، او نكتب الوقت اللي نشتي، وتحت اللي هو التاريخ. طبعا تفرق حركة الشمس وانعكاس الظلال على المبنى على التاريخ والوقت. فنلاحظ إذا كانت معي الآن التوقيت 10:30، ولكن كان التوقيت 29:10 مثلا، نلاحظ اتجاه الظل. ولكن إذا غيرنا التاريخ الشهر، نلاحظ أن حركة الشمس بتتغير بتغير الشهور. هذا في حالة إذا كنت تريد أن تدرس حركة الشمس عشان تصمم الكاسرات في الواجهات الرئيسية، أو ممكن تكتب التاريخ، ممكن نكتب شهر 4 يوم 15 الشهر. إذا غيرناه إلى مثلا شهر 6، نلاحظ أن حركة الشمس والظل تغير. معنا اللايت والدارك، هذه بتضبط فيها سطوع الضوء مع الظل. فنلاحظ أنه إذا فتحت أنا هذه للأخير، بنلاحظ أن الظل بيقوى معي بحكم أن إضاءة الشمس هي اللي بتقوى، وكل ما أخفف كل ما كانت الإضاءة أخف، يعني كأن الجو مغيم حتى يختفي الظل. وبالنسبة لهذه فهي تعمل لتغميق للجو كامل للمشروع كامل، وتفتيح للمشروع كامل، والظلال بتكون موجودة حتى التفتيح الأخير اللي تختفي معي. طبعا احنا بنخليها برقم وسطي بالشكل الآتي، وهي طريقة إخراج أو إظهار للظل، وهذه إعدادات ظهور الظل. فنلاحظ أنه الآن مكتوب on face، يعني معنى أنه بيظهر لك سقوط الظل. خلينا نغمق هذا شوية، بيظهر سقوط الظل على الأسطح أو الوجوه. لاحظ إذا خفيتها تختفي معي كل الظلال، ولاحظ ما بيش معي أي ظل. إذا اخترت on face تظهر معي الظلال الساقطة على الأسطح. الأمر الثاني اللي هو on ground، ولاحظ أنه إذا معي شكل خارج في السطح الرئيسي للبرنامج اللي هو هذا السطح، إذا عملت له push ولاحظ أنه ما بيش معي أي ظل ساقط، لأنه يعتبر هذا فراغ، صح؟ بس إذا فعلت on ground بيسقط لك الظل ويتعرف على السطح السفلي، هذا كسطح، وبيسقط لي الظل فيه. طبعا شوف أول ما بنزل طبعا هو مفتوح، ولكن لما ألف إلى الجهة العلوية بيظهر لي شكل الظل on floor. الأخير from edges، إذا أنت تشيل ظهر ظلال من خطوط، مثلا إذا معي هذا الخط بلاحظ أنه إيش أسقط لي الظل حقه. إذا خفيت from edges اللي هي الأطراف أو الخطوط بيختفي. احنا نخليها مخفية لأنها بتزيد بعدين اسقاطات الظلال. طبعا كل ما زاد حجم المشروع كما شرحنا في الدروس السابقة، كل ما كانت الظلال بتثقل العمل. فيفضل انك ما تعمل اسقاط للظلال إلا عند الحاجة فقط، أو عند مثلا الحاجة إلى حفظ الصورة معينة، وبعدين تقوم بإطفاء الظلال. بيأتي بعد الظلال السينات. السينات كما شرحناها في الدروس السابقة هي عبارة عن لقطات ممكن أحفظها كصور للمشروع، بتتصدر معي البرنامج 3D Max وغيره كسينات كلقطات.
ممكن أنا أختارها. وكذلك بتكون إذا دمجتها مع بعض بتعمل لي أنيميشن أو فيديو. فنلاحظ إذا مثلا إشتي أعمل أكثر من لقطة للمشروع هذا، ممكن أخذ هذه الزاوية وأعمل Add Scene وبرجع ألف وأعمل Add Scene وبرجع أعمل Add Scene، بعدين ألف اللفة الأخيرة ونلف اللفة الأخيرة ونعمل Add Scene. طبعا Add Scene بتكون يعني إضافة المشهد أو الصورة بتكون تحت المشهد اللي أنت ضاغط عليه. فإذا مثلا أنا الآن في Scene 1 وعملت Add Scene، بيضيف لي السين 5 تحت السين 1. إذا كنت عند السين 4 وعملت Add Scene، مثلا لفيت اللفة الأخيرة حقي وعملت Add Scene، بيضيف تحت السين 4. فإذا ضغطنا عليه هنا أو تنقلنا هنا بيظهرين معنا فوق هنا في اليسار أو بيظهرين معي هنا تحت. فأنا بضغط على الأول بيجيب لي اللقطة الأولى، اللقطة الثانية، اللقطة الثالثة والرابعة والخامسة. طبعا هذه الآن الصور اللي موجودة معي. طب إذا اشتعمل منها أنيميشن، بأتي من قائمة الفيو أنيميشن وأعمل Play أو كليك يمين Play Animation. فنلاحظ إذا عملنا فيو أنيميشن Play بيبدأ يتحرك معي على اللقطات اللي حددناها. ممكن نعمل ستوب. وكذلك ممكن نعمل سيتينجز اعدادات. طبعا من الاعدادات هنا بيقول لك انه الترانزيشن اللي هي مدة السين نفسه بتكون ثانيتين، والتأخير بين المشهد والمشهد ثانية. احنا ممكن نخلي التأخير بين المشهد والمشهد صفر مد، ونخلي مدة المشهد ثانية واحدة. نعمل اغلاق ونأتي من قائمة الفيو انيميشن بلاي او كليك يمين ونعمل بلاي انيميشن. نلاحظ ان اللقطات بتكون مرنة اكثر وما بتتوقفش معي اللقطات. نعمل ستوب. وطبعا اذا حبينا ان احنا نعمل له تصدير بنعمل اكسبورت انيميشن وبنحدد المكان والصيغه ونعمل له اكسبورت للتصدير. طيب اذا مثلا اشتي استخدم زي ما شرحنا في الدروس السابقه ستايلات او انماط لكل مشهد، ف حفظنا احنا اللقطات الخمس الموجودة معنا هذه. بضغط على السين الاول مثلا، طبعا قبل هذه. طيب اذا مثلا تشتي تعدل واحد من السينات، مثلا انا هذه زاويتي الرئيسية مثلا، اشتي اعدلها، مش ايش تكون هذه الزاوية مثلا، ممكن اشتي انزلها كذا او خليها بالشكل الاتي. بغير زاوية الكاميرا وبرجع الى السين اللي انا واقف عليه او السين اللي انا مختار له وأعمل كليك يمين وأعمل أبديت. طبعا بيعمل له أبديت. الآن إذا رجعت للسين بيرجع لي للقطة السابقة. الآن إذا مثلا حبينا نحن نغير الستايل أو النمط لكل مشهد من المشاهد اللي موجودة معي هذه، بنفس ما عملت الآن أنا أبديت للسين، بختار السين الذي أشتي وبرجع فوق لعند الستايلز وبختار الستايل اللي أشتي، مثلا سكيتش إيدجز، وبختار على السين اللي انا مثبت عليه مثلا واغير الستايل. طب الان لو انا ضغطت على السين مرة ثانية بيرجع لي ليش للستايل السابق، لاني الان ما عملتش ابديت. لكن الان انا عشان يثبت لي الستايل في السين هذا بضغط على الستايل اللي اشتيه وبرجع الى السين الاول واعمل اد واضغط باليمين واعمل ابديت. الآن إذا رجعت للسين 2 بعدين رجعت للسين 1 بنلاحظ أنه بيكون إيش بالستايل السكتشي هذا. برجع للسين 2 مثلا بعمله بالستايل السكتش هذا وأعمل كليك يمين وأعمل أبديت.
بعدين اختار السين الثالث، مثلا بختار الشكل الآتي واعمل كليك يمين واعمل ابديت، وارجع للسين الرابع مثلا ممكن اختار لهذا الستايل واعمل ابديت، بعدين السين 5 ممكن اختار لهذا الشكل واعمل له ابديت. الان لما ابدا اقلب داخل الستايلات اللي موجوده معي بنلاحظ انها بتتغير كل واحدة على الستايل اللي انا عملته، بتكون كل سين معي بيظهر بالشكل اللي اشتي. طبعا انت ممكن تحفظ نفس الزاوية اللقطة مثلا، ممكن تخلي هذه نفس الزاوية تعمل منها اكثر من سين وتغير الستايلات كلها لما تشوف الستايل اللي بيضبط معك. وطبعا اذا عملنا بلاي انيميشن بتكون بنفس الطريقة، عمل بلاي بنلاحظ انه بيتحرك معي وبيتغير الستايل مع تحرك الكاميرا. طبعا اذا عشان تظهر معك الستايلات بشكل مضبوط اكثر ممكن انك تطول مدة السين، ممكن نخلي هذه 3 ثواني، مغلق بعدين كليك يمين بلاي انيميشن، لاحظ ان مدة اللقطة الواحدة زادت لكن الستايل وضح معي بشكل اكبر. نعمل هيك ونرجع للقائمة الرئيسية. طبعا اذا حبيت انك ترجع للاشكال الرئيسية ما عليك الا ان تروح الى ديفولت ستايلز من قائمة الستايل وترجع للستايل الرئيسي حقك وتشتغل طبيعي، بس بمجرد ما تضغط على السين بيرجع لك كل الستايل نفسه اللي انت حددته بالسين نفسه، لكن بمجرد ما تضغط على الستايل الديفولت اللي هو الرئيسي اللي موجود في السكتش اب وتشتغل طبيعي. بيجي بعدين بعد السينز الانستركتر. الانستركتر هذا هو طبعا تكلمنا عليها في الدروس الاولى لكن بنشرحها سريع، هي صن بسيطة جدا، هي عبارة عن قائمة تحدد لك استخدامات الأدوات. فإذا مثلا ضغطنا على سيلكت بيوضح لك أنك ممكن تعمل سيلكت على الأشكال اللي بالشكل الآتي، الشكل هذا أو بالشكل هذا، ممكن تعمل كليك، ممكن تعمل سيلكت أول. الإريس اللي هي المساحة، شو بيوضح لك كيف ممكن تمسح ضغطة أو تمشي فوق الشكل وأنت ضاغط بزر الموس الأيسر. عمل تراجع، وهذا إذا اخترت البنسل نفس الكلام بيشرح لك كيف ترسم، وهذا بينطبق على بقية الأوامر كامل. لاحظ أنه بيعمل لك شرح فلاشي بسيط وسريع بيوضح لك الأوامر. بيجي بعدها حاجة اسمها سوفتن إيدجز اللي تنعيم الأطراف. هذه طبعا بتكون في العناصر الدائرية، العناصر اللي فيها كيرفات أو دوائر. إذا مثلا رسمنا الآن سيلندر عملنا سيركل دائرة سي، بنلاحظ أنه زي ما شرحنا في الدروس الأول أنه بيجيب لي 24 ضلع موجود معي الآن في الدائرة هذه. فنرسم الدائرة اللي موجودة معي الآن، كليك يسار بعدين أسحب وأنا تارك للماوس لتحت أو إلى فوق وأحدد القطر أو أكتب القطر اللي يشتيه. فإذا مثلا رسمت أنا دائرة الآن عدد أضلاعها اللي هي 24 اللي موضح، أول ما تختار الشكل تعمل له دبل كليك بتتفعل معك القائمة. تمام، كل ما رجعت باتجاه اليمين كل ما عمل لك سموث أو تنعيم للشكل بيضيع لك حتى الحدود، وإذا عملت دبل كليك مرة ثانية ورجعت عكس بيبدأ يظهر لك حدود الشكل حتى تظهر لك أضلاع الدائرة. طبعا هذه الخطوط ما بتظهرش في الرندر بشكل كبير، بس ما تزيدش للأخير لأنه بيش بيخرب لك الشكل لأنه بيلغي لك الحدود كامل، فإحنا في العادة بنخليها في النص. طبعا إذا ما اشتغلت بتعدلها من هذا المكان من هذه القائمة بتعمل دبل كليك على الشكل وتعمل على طول سوفتن أو سموث إيدجز. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، أتمنى أن ينال إعجابكم، شاركوني آراءكم واستفساراتكم تحت في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.